بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال. سنطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا مزيانين وتكونوا غاية وتكونوا ملاح إن شاء الله. اليوم الناس اللي عندهم عراقيل في البيع، بحال اللي عندهم محلات وما عندهمش البيع، بحال الناس اللي عندهم بغى يبيعوا عقار وبغى يبيعوا سيارة، تاهما يديروا هاد الوصفة. والناس اللي باغيين يشريو تاهما عندهم وصفة أخرى غادي نعطيها لهم إن شاء الله. ولكن الناس اللي عندهم عراقل في البيع، كي الناس اللي عندهم سلعة ما تتباعش وما تتباعش، عندهم تعسير. يقدر يكون متجر حداهم بائع وشاري، هو تيبقى غير يشوف. اولا تيكون منكوس وتكون عنده واحد طاقة سلبية في الجسد ديالو، يقدر يمرض لانه تيشوف. ولو ان عنده يقين تيصلي، ولكن ما تيشوف الارزاق تتفرق، هو تيكون فاض اليدين ما عنده والو. بعض الاحيان تنشوفوا المتجر عامر بالناس، ولكن الاخر خالي من الناس، اذا تيكون تسخير، تيديروا التسخير. كاين بعض الناس اللي تيكونوا في المحلات ديالهم وتيبقى يقرا صورة الواقعة، تيقراها يوميا على اساس البيع والشراء، وغادي يقرا يا قريب يا قريب قرب لي زوار، فقط شي حاجة بسيطة. ولكن القرآن له طاقة إيجابية في جلب الزوار إلى العتبة أو إلى المحل التجاري. الناس اللي عندهم مقهى، الناس اللي عندهم مقهى يديروا هاد الوصفة. الناس اللي عندهم بيع وشراء في البيت تاهما يديروا هاد الوصفة، رائعة فعلا رائعة. والناس اللي بغوا يشريوا غادي نعطيهم صيغة أخرى إن شاء الله بالتسبيح، لأن عندنا التسبيح رائع في شراء أي حاجة بغيتي. غادي يكون عندنا بحول الله وقوتي، غيكون عندنا سبحة إن شاء الله. إذا غادي ناخد واحد طيش ديال الماء. بالناس اللي باغين يبيعوا عندهم تعسير، لا في السلعة ولا في المحل اللي باغين يبيعوا، ولا في مقهى ما عنده الزبائن، أو صالون حلاقة. عندنا الحلاقة، عندنا محل ديال الحلاقة ولكن لا يشتغل، ما تيدخلش حتى حاجة، ما تيدخل حتى قيمة الضوء. تيكون صعب على الإنسانة اللي جالسة في المحل يوميا أنها ما تتقانيش الفلوس، أو ما تاخدش واحد القدر اللي أنها تعيش به أو تخلص به حتى الضوء. إذا الناس اللي أو المرأة اللي عندها تتصوب مسمن أو تتصوب خبز أو تتبيع وتشري في أي تبيع وتشري في أي حاجة، تيكون عندها الركود في كل شيء. إذا النحس من تيجي من التعسير. بعض الأحيان تيكون تعسير إما سحر التوقف الحال، ولا تيكون حسد قوي قديم تهو تيدير التعسير. العين الشديدة من طاقة سلبية أو إنسان تيكون حاسد أو باغض تهو تيعطيك النحس. النحس بعض الأحيان تيجي من النميمة، تيجي من الكلام السيء، تيجي من أنك بعيد على الله، ما تتستغفرش أو ما تتقراش القرآن. القرآن نكون أنا جالسة وتنقرأ الفاتحة باستمرار، نقرأ الفاتحة باستمرار، جالسة عند طبيب نستنى في وقتي أو في نوبتي نقرأ القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبقى لساني رطب
رطب عن ذكر الله، نكون في السيارة نذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي تسخير من الله، أي تسخير بكلام الله جيد. إذن احنا متفقين، صورة الواقعة باستمرار، صورة القاف تطرد النحس، صورة المزمل رائعة في جلب الخيرات. إذا أنا سنعطيكم الوصفات اللي تنعرف واللي عرفت في حياتي أنهم رائعين في جلب الرزق وفتح أبواب الخير. إذا الناس اللي باغيين يبيعوا غياخدوا واحد كمية العرعار، غيديروها في واحد الطش هنا، غياخدوا الشب، غادي يرى الشب مطحونة، غادي ياخدو الملح، الملح اللي ما كلاوش منها، غادي ناخد ربع صاشية ديال الملحة، نوضعها مع العرعار، غنقرا سورة الزلزلة 99 مرة، سورة الزلزلة 99 مرة، وضعت العرعار، الملحة، الشب، الشب غادي نوضعها، وضعت العرعار، غادي نوضع الملح. غادي نوضع الملح، غادي نوضع هكا بحال هكا. إذن الملح والعرعار والشب، غادي إن شاء الله ناخد السبحة باش نضبط العدد 99 مرة لإبطال طرد النحس والموانع اللي تتمنع عليا تعطيل البيع. اذا غادي نخليها ليله كامله حدا العتبه ديال اي حاجه بغيت ان يكون عندي تسخير في العتبه، غنحطها حدا العتبه ليله كامله بعد ما قريت على سوره الزلزله 99 مره. الناس اللي عندهم البيع والشراء ناقص، الناس اللي باغيين يبيعوا محلات، الناس اللي باغيين يبيعوا ديور، الناس اللي باغيين يبيعوا بيع وشراء ملابس، ناخذ هذه الملحه والماء ونخليها على جانب، نخليها على جانب المحل ونخليها ليله كامله، ومن بعد انني ان شاء الله بحول الله غادي نرش العتبة، نرش الزوايا المحل، نرش أي حاجة. اللهم زلزل العوارض، اللهم طرد العوارض المنع، اللهم أطرد العوارض ديال المنع، وأنا تنهزك وتلوح في الزوايا. إن شاء الله الناس اللي باغين بحول الله غادي نديرها على الأقل مدة 3 أيام، الرش المحل اللي بغيتو يتباع 3 أيام في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع حتى ربي يجيب نتيجة. وغنداوم على كل ليلة 99 مرة سورة الزلزال كل ليلة، ونقول يا ربي طرد عني جميع العوارض، المنع منع التعسير البيع. الناس اللي باغين يشريو حاولوا أنكم تكونوا على طهارة، مقبلين القبلة، صلي ركعتين على نية بغيت التسخير، نكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى غادي يحقق لي أمنيتي، ونكون مضيا، نكون مصليا، ونبرك واحد الزاوية، ما نهضر مع حتى حد، ما نتكلم حتى حد، نديرها ندوم عليها مدة شهر 99 مرة سورة الزلزلة، ونقول يا ربي بحق سورة الزلزلة أن تسخر لي شراء بيت. غادي نداوم عليها مدة شهر، وغادي تحسوا إن شاء الله بالتسخير من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غيسخر لك جنود السماوات والأرض، يكونوا لكم عون ومعين في كل الأمور بحق سورة الزلزلة. غادي ربي يعطيكم مبتغاكم، ويعطيكم سؤلكم، ويعطيكم أي حاجة. الناس اللي عندهم مشاكل في تعسير الشراء، هذه هي ناخد السبحة ونسبح 99 مرة بسورة الزلزلة كل ليلة، ولكن غادي نكون في مكان، غنكون في مكان بوحدي، ونسبح ونذكر الله وما نتكلم مع حد،
ونقول يا ربي حقق لي أمنيتي، اللهم سخر لي، اللهم سخر لي شراء بيت. ونتخيل نتخيل البيت اللي بغيت، ونكون راجية الله، ما ترجي تحد، ترجي الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيعطيك السؤال ديالك بإذن الله. غيكون عندكم إن شاء الله بيع وشراء في كل حاجة. إذن ما بقى لي ما نقول لكم أحباب شفي المغربية إلا ادعيوا معايا بالصحة والعافية، ادعيوا لأي إنسان بغى الدعاء، وإن شاء الله يكون عندكم خير وبركة، إن شاء الله يكون عندكم صحة وعافية، وغادي يكون عندكم المبتغى ديالكم بإذن الله. إذا إلى عجبكم الفيديو حاولوا تخليوا لايك، تدعموا القناة، تفعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.